الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسل المسلمين رحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini sampailah saatnya kita untuk menegakkan salat mendirikan salat hari uh, raya Idul Adha yang mana karena salat ini uh, ini pada anak-anak santri -anak sendiri baru maka izinkan kami untuk menyampaikan sedikit uh, tentang kafiat salat. Adapun salat Id ini seperti uh, salat yang lain kecuali ini ada takbir tambahan takbir untuk di kaat pertama adalah tujuh kali uh, dan di kaat untuk kedua bertakbir lima kali. Yang diantara takbir-takbir itu bertasbih, membaca dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Ada pun niatnya, usalli suntan li'idil adha, rakata ini ma'muman lillahi ta'ala, allahu akbar. Assalatu jami'ah li'idil adha, asabakumullah. سووا شوفوا من اقامه الصلاه أشغل الله, أشغل الله, أشغل الله اكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله بسم الله 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 اكبر شهادة الله اكبر شهادة الله اكبر شهادة الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يوني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سُمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله, الله أكبر, اكبر الله اكبر لا اله الا الله أكبر. الله, 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 أكبر. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزوره المؤمنين حفظكم الله اعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم يوم عيد الاضحى ويوم السرور ويوم المغفور واحل الله في طعام وحرم عليكم الصيام اذا صعد الخطيب على المنبر انصتوا اثابكم الله واسمعوا اجاركم الله واطيعوا رحمكم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله اكبر 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 الحمد لله لا تحصى مواهبه ولا تنفد عجائبه ولا تخسر له منن ولا تختص بزمان دون زمن أحمده حمدا يفوق ويفضل حمد الحميدين حمدا يكون لنا دخرا ورضا عند رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت أن نأته أوهام الواسفين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الحدين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أديما. محبسر الله دا محاقم إياه Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, tempat kita hidup dan bertanah air. Maha besar Allah dan maha suci Ia. Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu baik di lautan maupun di daratan dengan sempurna, yang melengkapi segala kebutuhan kita sebagai umat manusia. Maha besar Allah dan maha agung Ia. Tuhan yang telah memanjangkan usia kita dan memberikan kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul Bersof-sof guna menghadiri dan merayakan hari raya Idul Adha Dengan aman dan tentram Puji syukur yang tak terhingga dengan penuh perasaan gembira Kita panjatkan selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd Sebagaimana kita di sini semua umat Islam di seluruh dunia bang